أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنخصصها لمناقشة أسباب وعواقب إطالة الحرب اليمنية. بين ثنائية الحسم العسكري والحلول السياسية، تراوح الأزمة اليمنية مكانها منذ أعوام. مروحة فاقمت المأساة اليمنية في النواحي الإنسانية، خصوصا مع استمرار الحصار وتجديده في الفترة الأخيرة، إذ خلقت مشاريع وصراعات أخرى كثيرة ما كان لها أن تطفو على السطح لولا طول فترة لا حسم. وهنا يرجع البعض أسباب هذا الضياع والتيه لغياب الرؤية الشاملة للحرب وما بعدها، بالإضافة إلى اختلاف الأجندة التي برزت بين شركاء الحرب في اليمن، الذي غلب بعضهم مصالحه الخاصة وأطماعه على أهداف الحرب المعلنة. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل أوصدت أبواب السياسة في اليمن وحان الوقت للمضي نحو الخيار العسكري والحسم؟ وما هي النواقص التي إن اكتمل المشهد اليمني بها مالت كفة الشرعية على كفة الانقلابيين؟ قبل النقاش نتابع وإياكم مشاهدينا هذا التقرير. يبدو بأن أبواب السياسة أوصدت في اليمن، تلاشت كل التحركات والمساعي الأممية، وتعرقلت مبادرة الحل، وهجع نشاط المبعوث الأممي الذي أمضى عامين ونيفا في محاولة تقريب وجهات النظر، وهي محاولات يبدو أنها فشلت وغدت مقارباته كما يحاول خلط الزيت بالماء، وسيانا أن يحدث مثل هذا الأمر. وما إن تخفض حظوظ السياسة في اليمن حتى ترتفع أسهم الحرب كطريق أوحد للخلاص، هكذا يفكر البعض، لكن ذلك لم يحدث، حيث ظلت الحرب اليمنية بشقيها الخارجي والداخلي تراوح بين ثنائية الحسم العسكري والحلول السياسية، وعلى هذا المنوال مضت الأعوام السابقة. لكن هذه المراوحة وإن كان يقصد بها تقليل الكلفة البشرية والمادية في حال الخيار العسكري وعدم شرعنة الانقلاب بشقها السياسي السلمي، وهي خيارات مرة لا شك في ذلك، إلا أنها أيضا فاقمت المأساة اليمنية في النواحي الإنسانية، خصوصا مع استمرار الحصار وتجديده في الفترة الأخيرة، وخلقت مشاريع وصراعات أخرى كثيرة ما كان لها أن تطفو على السطح لولا طول فترة المراوحة واللا حسم. وهذه معضلة تقود إلى تساؤلات كثيرة ومهمة: لماذا لم يتم الحسم العسكري حينما فشلت السياسة في اختراق جدار الأزمة؟ وكم هي المرات التي فشلت فيها؟ ولماذا لم يتم التقدم في الميدان لتضييق الخناق على الميليشيا بدلا من تكثيف الحصار وخنق ملايين المدنيين في الداخل اليمني؟ وما الذي ينتظره التحالف العربي، خصوصا وأن الأيام أثبتت أن طول فترة لا حسم دوما ما تصب في مصلحة حلف الانقلاب الذي أعاد ترتيب أوراقه واستطاع الوصول إلى أبعد مدى في العمق السعودي؟ الإجابة على مثل هكذا تساؤلات تحتاج للخوض في مواضيع مهمة ومتعددة، إلا أن أبرزها تتمثل في غياب الرؤية الشاملة للحرب وما بعدها، بالإضافة إلى اختلاف الأجندة التي برزت بين شركاء الحرب في اليمن، الذين غلب بعضهم مصالحه الخاصة وأطماعه على أهداف الحرب المعلنة يوم انطلاق عاصفة الحزم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي من العاصمة الأردنية عمان الأستاذ عبد الناصر المودع المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. أهلا وسهلا. إذا أستاذ عبد الناصر، دعنا نبدأ بالنقطة الأساسية، لماذا تأخر الحسم في اليمن من وجهة نظرك؟ مساء الخير لك وتحية للمشاهدينكم الكرام. يعني يبدو أنك هناك لم تكن هناك رؤية واضحة من قبل التحالف، لا وضوح في الأهداف ولا أيضا الوسائل. الفكرة الأساسية بأنه التدخل السعودي الحافز والهدف الرئيسي الذي يفترض أن يكون هو إضعاف إيران عبر إضعاف وكيلها الحوثي، إما احتواء سياسيا أو احتواء عسكريا، لكن ما حدث أن العملية تشعبت وأصبح هناك أكثر من قضية، وأسوأ هذه القضايا كان هي الحركة الانفصالية في الجنوب وقضية الجنوب، حيث أن العملية تحولت من أن تكون عملية لاحتواء الحركة الحوثية للقضاء على الحركة الحوثية إلى عمليات متشعبة متعددة، منها إحياء
أو تقوية القوى الانفصالية في الجنوب الذين استغلوا هذا الوضع ونظروا للتدخل السعودي بأنه هدية أتتهم من السماء ليقوى مشروعهم الانفصالي. هذا الأمر أدى إلى أن العملية تركز على إخراج قوات الجمهورية اليمنية من الجنوب وإضعاف المؤسسات في جميع مناطق اليمن، ضرب الجيش اليمني ومؤسساته، كل هذه الأمور أدت إلى أن الحوثي استفاد منها وتم تجييرها لصالحه، وتحولت المعركة من معركة تنحصر في الحوثي إلى معركة تطال قوى اضطرت لأن تكون مع الحوثي وخاصة مؤسسات الجمهورية اليمنية. واستفاد الانفصاليون من هذا الوضع. كان في البداية الحديث بأن الاهتمام بالجنوب ناتج عن الرغبة بإيجاد عاصمة مؤقتة لليمن وهي عدن، يتم الانطلاق منها إلى بقية مناطق اليمن، لكن ما حدث أن القوى الانفصالية هي من سيطرت على عدن، ومن ثم منعت من أن تكون عدن عاصمة للجمهورية اليمنية، وأفشلت الفكرة الرئيسية من أولوية الحرب على الجنوب، واستفاد من ذلك من كل هذه الفوضى الحوثيين، لأنهم الحكومة الشرعية لم تستطع أن توجد لنفسها موطئ قدم حقيقي، في نفس الوقت أيضا لم تستطع أن تنشئ سلطة رديفة وبديلة ونموذج بديل عن نموذج الحوثي جاذب يستطيع أن يحشد حوله معظم أبناء الشعب الرافضين للحوثي، والذين هم أستطيع أن أقول الغالبية العظمى من الشعب اليمني ترفض الحوثي وترفض فكرته الأساسية حول الحكم عن طريق الولاية وغيرها من الخزعبلات التي ليس لها مكان في عالم اليوم. طيب، يعني الآن عندما نتحدث على أن التحالف ليست لديه رؤية، هل كل من هم في التحالف بما هم يعني بما هي الشرعية أيضا جزء من هذا أو شريك في ذلك، هل أيضا هي ليست لديها رؤية؟ لأن هناك كثير من يتحدث على أن التحالف فيما يتعلق بأهدافه الخاصة بدوله التي تنضوي تحته يبدو أنها حققت هذه الأهداف، أمنت نوعا ما حدودها إلى حد ما بشكل أو بآخر، لكن هناك إشكالية أكبر يقولون في الملف اليمني بداخل الأراضي اليمنية. يعني المسألة معقدة كثير، لم تتحقق أهداف التحالف. أنا كما ذكرت لك التحالف وتحديدا السعودية، عندما نقول التحالف نحن نتحدث عن السعودية. السعودية لم تتدخل في اليمن إلا بسبب الحوثي وبسبب علاقته بإيران، لأنه لو كان هناك انقلاب عادي، انقلاب قامت به، انقلاب نمطي، بمعنى لو حدث انقلاب من قبل قوة عسكرية غير مؤدلجة وليست مرتبطة بإيران، لما تدخلت السعودية حتى لو طلب منها الرئيس ذلك. يعني هذا مفهوم في رؤية المصالح الحقيقية للسعودية. السعودية تدخلت من أجل إضعاف الحوثي، وبالتالي هل الحوثي ضعف منذ 2015 أم أنه أصبح قوة أكبر مما كان عليه في ذلك الوقت؟ في ذلك الوقت كان أكثر عزلة، لم يكن قد تغلغل في جميع مؤسسات الدولة. حاليا تغلغل في معظم مؤسسات الدولة وأصبح قوة رئيسية وقوة عسكرية رئيسية في المناطق التي يسيطر عليها، وبالتالي الهدف وكأنه الحالة أصبحت حالة معكوسة. الحوثي تقوى من الحرب. أيضا وجود الحركة الانفصالية في الجنوب بهذا الزخم وهذه الفوضى في اليمن تشير وكأن من خطط للأحداث في اليمن هي إيران وليست السعودية، لأن إيران منذ فترة طويلة وهي تريد اليمن الهش، اليمن الفوضوي، اليمن الذي تسيطر عليه أكثر من قوة. وهذه الرؤية الإيرانية وهذه الخطة الإيرانية كان يتم التخطيط لها مبكرا. نعرف أن الحركة أن إيران هي من دعمت الحركة الانفصالية ودعمت الحوثيين ودعمت بعض القوى الأخرى المحسوبة على الاشتراكيين وبعض العلمانيين.
نجد أن من يدير 3 مؤسسات تلفزيونية في الضاحية الجنوبية لأهداف مختلفة هي إيران. وبالتالي الآن إيران تنظر للمسألة وكأنها هي التي نجحت وهي التي تحقق لها ما كانت تصبو إليه، ولسوء الحظ أن هذا الأمر تحقق على أيدي خصومها وليس على يدها. نعم، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ عبد الناصر. سأعود أو سأذهب إلى الأستاذ عبد الهادي العزعزي الذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف. أستاذ عبد الهادي، بسؤال الآن، ما الذي يمكن أن يسارع في الحسم في اليمن برأيك؟ الذي يمكن أن يسارع حسم، ما أعتقد بالحسم في اليمن، أولا وحدة القيادة العملياتية على مستوى الأرض اليمنية كلها من مأرب والجوف إلى ميدي إلى عدن، إلى أي أن العملية هناك غياب لهذه الوحدة التي تقود المعركة بشكل عام، وهناك نوعا من الاتكال أو ما يبدو أنه عدم اتفاق واضح بين من يديرون العمليات سواء في التحالف أو في الحكومة اليمنية. تبرز مثلا في القيادة في عدن أن الحكومة والمنطقة الرادعة العسكرية مهمشة من قبل قيادة التحالف في عدن، وهي من تقود العمليات بنفسها، وأن هناك نوعا من الضعف وغياب التنسيق بين الجبهات في المناطق الشرقية والشمالية من اليمن، وأيضا هنالك حالة من الاعتماد على بعض الفصائل في بعض الجبهات والمناطق برغم وجود جيش كبير، أي أن هنالك ضبابية في الرؤية وعدم اتفاق وعدم وضوح على المسرح العمليات عموما. هناك نقصا كبيرا في الأسلحة، في الإمكانيات العسكرية والمادية بنفس الوقت، وهناك نوعا من السعي لخلق تشويه بشكل أو بآخر لصورة السلطة الشرعية، وجود سلطات في المناطق المحررة وليس سلطة موحدة لها هرمية سياسية تنتهي بالرئاسة، لكن وجود سلطات، هذا كله يضعف بشكل عام ثقة الناس سواء في المناطق المحررة أو في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الانقلاب. الانقلاب بعد كل هذه الأعمال العسكرية ليس بتلك القوة ولا بتلك المتانة، لكن عملية الكر والتوقف والانتظار خلقت فواصل جغرافية وخلقت خطوط دفاعية قوية. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ عبد الهادي. أعود إلى السيد عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، الآن يعني هناك من يتحدث على أن الفترة الحالية تشهد تصعيدا على المستوى العسكري بشكل أكبر مما يتحرك الملف اليمني فيه سياسيا، خاصة مع خفوت الحديث عن تحركات ولد الشيخ. برأيك هل يعني بات الحديث عن تحركات عسكرية أو الحديث عن حسم عسكري هو أقرب مما هو بالنسبة للسياسة في الملف اليمني؟ يعني الحديث عن الحسم العسكري هو مطروح من أول يوم، لأنه العملية وكأنها صممت وخططت من أجل حسمها عسكريا، لكن الصعوبات التي جعلت من الحسم العسكري أمر بعيد لا زالت كما هي. حتى الآن لم يتغير شيء على الواقع على الأرض، لا عسكريا ولا سياسيا. ما يحدث الآن في الجبهات هو تصعيد، والتصعيد غير تغير المسار، تصعيد في نفس الجبهات، وهذا التصعيد شاهدناه أكثر من مرة، شاهدنا تصعيد أكثر من مرة في نهم، حدث فيها بعض الإنجازات في سرواح، حدث فيها بعض الإنجازات في ميدي وغيرها، ولكن بشكل عام هذه ليست تغير في المسار، هو تغير فقط تكتيكي. لا زالت المشكلة كما هي من أول بداية الحرب وحتى الآن. المشكلة الأصلية هي ما هو المطلوب للحسم. هنا لا نستطيع أن نقول الحسم العسكري بمعنى الحرب من قرية لقرية، من تبة لتبة، من بيت لبيت، هذا دمار كامل لليمن الحرب بهذه الطريقة. ما هو مفروض منذ البداية هو خلق جبهة ضخمة كبيرة من جميع اليمنيين المعارضين للحركة الحوثية، لأننا إذا صح أن الهدف الأساسي هو
احتواء هذه الحركة وضربها كان المفروض هو خلق هذه الجبهة من جميع القوى المعارضة للحوثيين بما في ذلك أنصار المؤتمر الشعبي وغيرهم شيوخ القبائل وغيرهم، ولكن منذ بداية الحرب توسعت الحرب وتم التعامل مع المؤتمر الشعبي وكأنه الحركة الحوثية ولم يتم التمايز بينهم، وتم أيضا التعامل مع الجيش اليمني ومؤسسة الجمهورية اليمنية وكأنها ملك للحوثي، وهو الأمر الذي أدى بهذه المؤسسة وجزء منها أن تتحول وتصبح تصطف مع الحوثي. لم توجد هذه الجبهة، لم توجد هذا المشروع السياسي الواضح لليمني اللي يقاتلوا من أجله، لم يوجد القائد الحقيقي لليمن الذي يقاتل الناس من وراءه لتحقيق مشروع. وجدنا أن هناك مشاريع صغيرة في داخل الشرعية، هناك مشاريع حزبية ومشاريع جهوية ومشاريع شخصية، كل الهدف من هذه المعركة هو كل طرف حاول أن يقوي مركزه وأن يستفيد من التدخل السعودي لقوي مركزه الحزبي ومركزه السياسي ومركزه الجغرافي. وجدنا تشكيلات لما يسمى ألوية حماية رئاسية، وهي نسخة مشوهة من الحرس الجمهوري تحت قيادة ابن الرئيس، وكأننا نستعيد نفس النموذج السابق. كل هذه الأمور، هذه ليست المشروع الوطني الذي اليمنيون سيحاربوا من أجله. اليمنيون سيحاربوا الحوثي من أجل مشروع وطني حقيقي، ليس من أجل مشاريع القوى المتناثرة هنا وهناك ذات أجندات انفصالية أو أجندات حزبية كثيرة. لهذا السبب حتى الآن لا نستطيع أن نقول بأن هناك تغير في المسار بحيث نتوقع أن يكون هناك اختراق استراتيجي حقيقي في الأحداث في اليمن. أشكرك إذن المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. أعود إلى الأستاذ عبد الهادي العزعزي من تعز. أستاذ عبد الهادي، إذن الآن كيف يعني ما هي النواقص إن صح التعبير التي إن اكتمل المشهد اليمني بها مالت كفة الشرعية على كفة الإنقلابيين وانحسمت مسألة الحرب في اليمن؟ أول عملية أعتقد أنا بدرجة هي حكاية توحيد القيادة العملياتية عسكريا، إبراز الحكومة بقوتها وفرض سيطرتها خصوصا على المحافظات الجنوبية حيث هناك وحدات لا تتبع الحكومة وإنما تتبع أطراف أخرى. كنا طوال الفترة الماضية ننادي بتوحيد الجيش والمقاومة، لكن ما يظهر في عدن وأيضا في بعض المحافظات الجنوبية هو عكس ما يظهر في المحافظات الأخرى. مطلوب حركة على مستوى الأرض، سيطرة مباشرة، التحكم في الإيرادات، مطلوب غرفة عمليات سياسية عسكرية أولا ثم سياسية واقتصادية وهي بالدرجة الأساسية، مطلوب ضغط على هيئة الأمم المتحدة، مطلوب غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة بشكل متصل، مطلوب إعلام موجه، خطوات تنفيذية عملية، مطلوب زيارات إلى الجبهات إلى المناطق المحررة، مطلوب حل الإشكالات التي تعاني منها، مطلوب تغييرات إن التزمت الأمر في بعض القيادات الميدانية. مفروض أن يكون الزي العسكري هو السائد، المناطق التي لا زالت فيها اضطرابات تفرض عليها الأحكام العرفية مباشرة وتعطى صلاحيات للقادة العسكريين يتم تغطيتهم بالإمكانيات اللازمة. مطلوب تغيير مسألة الاتصالات ومسائل فنية كثيرة، هذه مطلوبة بشكل عام. مطلوب أن تتواجد القيادة وأن تشرف بدل رئيس الوزراء مجهودات كبيرة لكنه ظل بلا يد خشنة بلا قوة. ما الذي يعطي هذه اليد أستاذ عبد الهادي؟ ما الذي يعطي أسباب القوة؟ أن تعطى عبر وزارة الدفاع، هؤلاء جميعا محسوبون على الجمهورية اليمنية، يتقاضون رواتب باسمها، يرفعون يرتدون زيها ويرفعون في بعض المناطق أعلاما أخرى غير علم الجمهورية اليمنية. هذه مسألة انتقاص السيادة على مستوى الداخل، هناك فرق ما بين الأقاليم والحكم المحلي وما بين مطالب بعض الحركات، وفود بعض الحركات يفوق وفد إمبراطور.
يعني كما هو حاصل في الزيارة الأخيرة لحضرموت وفي حركة من ثم المجلس الانتقالي الجنوبي في ظهور بعض الأطراف التي لا تخضع حتى للجيش نفسه كجماعات معروفة بالمقاومة لا تخضع للجيش وتضع رأسها برأس هيئة الأركان. هذا كلام مرفوض. نحن في حالة إعادة الدولة. إعادة الدولة تحتاج إظهار أكبر قدر ممكن من القوة والحزم والحسم بآن واحد أن يتم اعتراف أحدا من ممثلي الدولة. يجب أن يتم التعامل معه بعنف شديد. نحن داخل بلد يرى أن السلطة أداة قوة. أولا السلطة دائما تبنيها الأدوات الخشنة جهازي الأمن والجهاز العسكري. هذه ما تعيد السلطة وتعيد هيبتها في بعض المناطق. إذا كانت هناك اضطرابات فيجب أن تفرض حالة طوارئ وأحكام عرفية وأحكام عسكرية مثل هذه المسائل. هكذا يجري التصرف. يجب أن يتبع الجيش وحدة اقتصادية مباشرة توفر موارد الناس إمكانياتهم ما يحتاجون إليه. مثلا لا على سبيل الحصر لكن اليوم تعز محررة منها 13 مديرية منذ أكثر من عام ونصف بدون نفط. لن تصلها شركة النفط ولا زال المتحكم فيها مجموعة من المنتفعين من مهربي مشتقات النفط. هذا عيب كبير. في الأخير حضور الدولة يعني الأمن يعني القضاء يعني الأمن يعني القضاء يعني تحريك المصالح الأخرى أو الخدمات بالذات الخدمات الطبية. يعني يتم مثلا التعامل مع جرحى المقاومة وجرحى الجيش بهذه الطريقة. هذا كلام مرفوض تماما من قبل الشارع. هذا ما يقوله الشارع يوميا. الناس تبحث عن سلطة قوية. نحن في درجة تركيبته الاجتماعية ترى أن السلطة أداة قوة. أن السلطة هي أن المير العسكري أو الزي العسكري هو مصدر الأمان بالنسبة لهؤلاء. لكن نعم. هذا لا يرى. هناك تصرفات خارج هذه المسألة. هنا نحتاج إعادة نظر أولا من مستوى التحالف في آلية التعامل مع الطرف اليمني. في هذه النقطة تحديدا أستاذ عبد الهادي. في هذه النقطة الآن نحن نعم. يعني شاهدنا خلال الفترة القليلة الماضية لقاءات على مستوى كبير ما بين يعني جهات في الحكومة اليمنية وجهات حزبية أيضا مع أطراف سعوديين يعني أبرزهم ولي العهد السعودي. هل ذلك سيسهم في تحقيق اختراق في مسألة تحديد أجندات متشابهة على الأقل أو متطابقة بخصوص الملف اليمني من قبل شركاء التحالف؟ أعتقد أن هذه التحركات تأخرت كثيرا وكانت يجب أن تتم منذ وقت مبكر. يجب إعادة انتظام الحركة أولا على مستوى التحالف. يجب أن تكون هنا قيادة عسكرية موحدة تتعامل مع الملف اليمني ولا تبرز الدولتين أو دولة صاد هي المتصرفة في إقليم ألف أو إقليم باء أو محافظة باء أو جيم. ويجب أن يكون التعامل اليمني عبر مباشرة هيئة الأركان والمناطق العسكرية. وهذه المسألة لا أعرف لماذا في بعض المناطق لا يثق التحالف في القيادة العسكرية اليمنية. وهذا واضح من خلال آلية التعامل الذي نشهدها في تعز مثلا وفي غيرها من المناطق. هنالك حالة عدم ثقة من التعامل مع البنيات النظامية. أليس هؤلاء قادة عسكريين جرى تعيينهم من قبل القيادة العسكرية؟ إذا بيدها الحل والعقد. هي من تستطيع أن تبقي هذا أو تحاسب ذاك وهي من تستطيع أن تفرض هذا الأمر أو تلغيه. هنالك عشرات من المعسكرات تم تشكيلها لكن لا توجد آليات لا توجد قوة بالقدر الكافي لا توجد خطة واضحة. منذ أكثر من شهر ونصف تم تحرير الساحل الغربي لتعز. نعم. هنالك حوالي 10 إلى 15 كيلو ما تفصل كل من الجبهتين الواقعة في خط الساحل عند معسكر خالد والواقعة في منطقة الربيعي غرب محافظة تعز. يعني المسألة لا تحتاج إلى ذلك الكم الكبير من التسليح والتجهيز والعمليات. المسألة قد تحتاج بعض أسلحة الحرب العالمية الثانية لكن ما هو متواجد هي أسلحة الحرب العالمية الأولى. يعني هذه حالة قصور. هنالك أيضا وضح ما يمكن أن أسميه من قبل الإخوة مع الأسف الشديد في التحالف العربي قلة في الخبرة وقلة في المعلوماتية عن أغلب المحافظات وعن آلية التعامل معها. هنالك حالة من عدم الثقة أيضا على مستوى مثلا الوحدات العسكرية وقيادة المناطق. وهذا أشكرك. واضح في الأدائية سواء مع المنطقة الرابعة أو المنطقة الخامسة أو المنطقة الثالثة.
هذا عيب أساسي على الإخوة على القوى السياسية أن تلتزم خط إعلامي واضح. في تحقيق ليست وقت للابتزاز، نحن أمام حرب. أنا أعتقد أن الغالبية من القيادة السياسية والعسكرية اليمنية لا تفهم ما معنى كلمة أن نكون في حالة حرب. هذه الحالة تفترض إعلان حالة الاستنفار على مدار الساعة، إعداد التجهيزات، استقبال الجرحى، تحسين الصورة، ومحاولة أن يكون الإعلام قادرا على أن يجيب على أسئلة الناس ماذا بعد ذلك. إذا الآن على مدار عام ونصف لم تحسم أي محافظة بشكل كامل من المحافظة الشمالية، مع الأسف الشديد ما هي المحافظة الشمالية التي جرى تحريرها بشكل كامل؟ الضوف لم تتحرر، مارب لم تتحرر، صعدة لم تتحرر، أيضا ميدي حقا ما زالت المسألة ما بين ميدي وحرز، تعز لا زالت المعسكرات مراوحة عند نفس المكان، وأصبح الإنقلابيين في هذه المناطق لديهم خطوط. إذا هناك الحاجة إلى الرؤية الواضحة وتنفيذ هذه الرؤية لتحقيق اختراق في الملف اليمني. أشكرك إذن أستاذ عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة، وفي ختام يتقبل تحياتي أنا والزملاء في طاقمي العمل التحريري والفني، إلى اللقاء.